عبد الكريم الشافعي نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالمغرب. هذه الجامعة اللي تتعرف اللي تنضوي تحت اللواء ديالها مجموعة من الجمعيات وصلت تقريبا 80 جمعية موزعة على مجموعة من المدن تقريبا تغطي المدن المغربية كلها. كما تم افتتاح مجموعة من الشبابك ديال حماية المستهلك في مجموعة أيضا من المدن. هذه الشبابك اللي تستفد منها بشراكة مع وزارة التجارة والصناعة اللي تم لأن وصلنا تقريبا 32 شباك على الصعيد الوطني. ومؤخرا تم افتتاح شباكين للمستهلك. الشباك الأول هو شباك بمدينة خريبكة حيث تم تدشين شباك المستهلك بحضور مجموعة من الفعاليات يعني تنقول الفعاليات باشا المدينة والسادة القياد وممثلين عن المجلس البلدي لمدينة خريبكة وكذلك حضور رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وأعضاء المكتب الوطني للجامعة المغربية. وكانت هذا اللقاء هذا أيضا هو مناسبة لمجموعة من التكوينات لموظفي شبابيك المستهلك على الصعيد الوطني حيث تم تكوين مجموعة من الموظفين في المجال الاستهلاكي أي كيفية استقبال الشكايات وكيفية أيضا استقبال المستهلك المغربي عند الشكاية. مؤخرا أيضا هذا الأسبوع هذا تم تدشين شباك المستهلك بولاة تيمة. هاد الشباك اللي ايضا تم حضور السيد اللي حضر فيه السيد باشا المدينه والساده القياد الاربعه للمقاطعات المتواجده بولاد تيمه وفعاليات من المجتمع المدني وكذلك حضور مجموعه من ممثلين للمجلس البلدي لاولاد تيمه حيث عرف هذا الافتتاح او هذا التدشين حضور كبير. و هذا الحضور اللي عبر على الفرحة ديالو بافتتاح أيضا هذا الشباك بولاد تيمة. وتنوجه هنا الشكر الجزيل إلى المكتب الموسير اللي هو واحد المكتب نشيط بولاد تيمة واحد المكتب اللي الشباك المستهلك ما تيتعطاش غير ماشي هبة هو تنعطيه راه إلا ما كانش العمل ديال واحد سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات ديال هذا ما تنعطيوش الشباك ما تيتعطاش الشباك المستهلك لأي واحد إلا ما كانش خدام هو تيكون داير جمعية ولكن إلا ما كانت خدامة هذيك الجمعية ما عندوش تقارير ما عندوش شكايات راه ما تيتعطاش الشباك المستهلك في حين أن هذا الشباب كاع التي تم فتحها في كلها أنها تتوفر على مكاتب اللي هي نشيطة وتتعمل في الحقل ديال حماية المستهلك. وتنوجه الشكر أيضا لوزارة لممثلين ديال وزارة التجارة والصناعة اللي تيواكبوا معنا وتيحضروا معنا في هاد التدشينات وتيواكبوا معنا حتى في اللقاءات اللي تنعقدوها سواء اللقاءات عبر ديال التكوينات على الصعيد الوطني أو وأيضا في المقر ديال شبابيك المستهلك. اللي بدنا نأكد عليه هنا هو أن هاد الشبابيك مفتوحة في وجه المستهلك المغربي لتقديم الشكايات سواء عبر البوابة أو عبر الهاتف أو مباشرة يجيو المقر اللي المقر تيكون مفتوح من 9 ديال الصباح حتى ل 5 ديال العشية المقرات لوضع شكاياتهم واستقبالهم في أحسن الظروف.